كدابة وندلة ودفعت لها ملايين وفي الآخر دخلت السجن علشان أخلصها. سابتني وما جاتش زارتني ولا مرة. رد قاسي من رجل الأعمال هشام ربيع على تصريحات طليقته بوسي، فمش هتصدق اللي قاله. جدل كبير تسبب فيه رجل الأعمال هشام ربيع بعد ما قرر يرد على تصريحات بوسي اللي قالت فيها إنها لسه بتحب هشام ربيع، واتكلمت عن قصة دخوله السجن وأزمتها معاه. لكن هشام فاجئ الكل برده على بوسي وقال الإنسانة دي كدابة وطلعت معايا ندلة، أنا دفعت لها ملايين ودخلت السجن بسببها 4 شهور عشان أخلصها من طليقها وأهله، وفي الآخر ما جاتش زارتني ولا مرة. لما خرجت من السجن غيرت باب الشقة وتهربت من مكالماتي وانتهى الأمر بالانفصال. الردود بتاعتها عبارة عن كذب، أنا بصراحة ما قدرتش أسكت، كنت لازم أتدخل ووضح لكل الناس وبالذات صحابي وأهلي إن الست دي كلامها كذب وبتتنفس كذب. سألتها الأستاذة بسمة سؤال واضح وصريح، هو سبب الانفصال بينكم إيه؟ فردت بوسي وقالت أصل الناس كانت بتقول كلام في ودنه وكلام كده لا يعقل، يعني أنا بعرفكم وبقولكم الحقيقة، طلقت بوسي لأني دخلت بسببها السجن 4 شهور ودفعت عشانها ملايين وخلصتها من تشكيل عصابي مكون من طليقها الله يرحمه ويسامحه وعيلته، وخلتها حرة اللهم لك الحمد، وفي الآخر الست دي ما جاتش زارتني خلال 4 شهور، وفي كشوفات السجن تثبت ده علشان هي بتكذب كتير. خرجت من السجن بتتهرب مني وقفل باب البيت ومش عايزة تقابلني، وده اللي جاب لي صعقة، لقيت نفسي هتجنن. الست دي مش قادرة أفهم هي معقدة ومريضة وبتاعت مصلحتها وغدارة، أنا مش فاهم حاجة. طب أنا كهشام ما عملتش فيكي حاجة ومع ذلك قلت أنت بالنسبة لي غلطة وأسأت الاختيار، غلطت وإحنا بشر وممكن نغلط وخلاص هصلح الغلط بإني أطلق الست دي. وكشف هشام مفاجأة كمان وقال إن بوسي اعتبرت إن شهامتي ورجولتي أنا عملتها مع واحدة من الشارع أو مع جارتي أو أختي أو زوجتي، ودي تربيتي عشان أنا راجل شرقاوي وفلاح وده طبعنا، مش هشوف واحدة ست بتستغيث واسكت. لكن الست دي طلعت ندلة جدا معايا ولا جت زارتني إلا أنا مسجون عشانها، ولما طلعت من السجن قابلتني وتهربت وكأن شيئا لم يكن. كمان اتكلم هشام عن مفاجأة غير متوقعة وقال انه اكتشف ان طليقته كانت متجوزة مرتين قبل جوازهم وما قالتلوش. وقال هشام اكتشفت حاجات غريبة قوي، وهي ان الست دي كانت متجوزة قبل 2 وانا معرفش، اللي كنت اعرفه فاطين اللي هو والد ابو ياسين والتاني اللي في النص ده انا معرفوش. بدأت حياتها معايا بكذب ان هي كانت متجوزة قبلي وما قالتليش، حتى انا قلت لها ازاي يا بوسي نحط ايدينا في ايدين بعض واحنا جواز على سنة الله ورسوله وفرح وعيلة محترمة واسرة ونسب، وفي الآخر انتي متجوزة قبلي وما قلتليش. طبعا ما كانش ليها رد لأن الموضوع كان اتعرف. وعلق هشام على تصريح بوسي إنها لسه بتحبه وقال بوسي طالعة بتقول إنها لسه بتحبني، طب ما تعرفش إن إحنا كعادات وتقاليد ومبادئ إحنا انفصلنا واتطلقنا وكل واحد راح لحاله، طب ما تعرفش إن بحبك دي تخرب بيت وده اللي حصل عندي فعلاً،